هادشي ما يمكنش. هادشي كيكون داخل يعني في بزاف د الحوايج، كيشوف انسان ما عنده لا سكنه لا والو، تشوف بزاف د الحوايج يعني كتكون عادية، ماشي معاق بالنسبة يكون معاق، يعني ما عندوش إمكانيات باش يتزوج هو. لا ما كاينش الغابور ما بين الزواج وما بين الإعاقة. لا، تقدر ما الظروف ما موفراش ليه باش يتزوج، تقدر هو الناحية المونتاليتي ديالو هو ما باغيش يتزوج. هو مستحب الزواج، لأن الزواج يعف من أشياء كثيرة. أول شيء يعف من الفساد. يعني مستحب أن الشباب يتزوجوا. هذا هو الرأي ديالي. الشباب معاقين ما كانوش يتزوجوا. كيف معاقين؟ هما إنسان كامل، هما لا يستطيع الباء فليصم، هل الذي يستطيع الصوم فهو معاق؟ فليس بمعاق أبدا. خانة المعاقين، أصلا البلاد كاملة إعاقة، الساط اللي جينا نهضروا نشوفوا هادشي كامل، خانة المعاقين كيبقى السؤال أخويا مطروح ما بين قوسين، هو باللي راه الإعاقة كاينة في سميتها في الحكومة، ما كايناش فاش ديال الخانة الزوجية ولا ديال الصحة، يعني أش ما موظفينش هنا بزاف د الحوايج هنايا، ما موظفينش حق الصحة، التعليم، بزاف د الحوايج، عبقنا الزواج، كيفاش الشاب بغى يكون ليسونس بروفيسيونيل مثلا في غازو أنفو وما خدامش مريح، كيفاش بغيت يكون واحد الأسرة؟ الرأي ديالي كون كان كاع إلا جينا نحسبوا شحال النسبة تاع متزوجين اللي ما متزوجينش في المغرب، راه إذا راه كلشي معاق، إذا أنا معاقة، هذه معاقة، واحد آخر معاق، كلشي معاق، يديروا ليهم شي خلصة، الناس قارين هذه ما لاقينش باش يخدموا هذا، يديروا ليهم خلصة، ديك الساعة غيلقى كاع المغرب تزوج، ما يمكنش واحد غادي يقول ليهم معاقين حيت هما ما لقاوش أصلا باش غادي يتزوجوا، ما لقاوش اصلا باش غادي يبنيو حياتهم. والراي ديالي بلي هما معاقين ذهنيين، هذا اللي قالها التقرير، انا كنقول بلي هو معاق ذهنيين. اللي دار التقرير ولا الشباب اللي دار التقرير معاق ذهنيين، هذا الشيء اللي كنقول انا. التحليلات العلميه ديالهم ماشي ديالنا حنا. التحليل في واحد النوع ديال الانحراف. انحراف اخلاقي، المهم الدين ديالنا ضد هذاك الثقافة وضد هذيك الهضره اللي كيقولوا هما. الشيء اللي ما دخلش في الزواج ماشي معاق، بالعكس خصو يعرف على من يتزوج بعدا. ما يمكنش ما خدامش تقول له تزوج، مادام قد تقول لي اللي ما معارفش ولا ما مصاحبش، فهمتيني؟ قد نقول لك معاق اوتوماتيك، مولين باش تقول لي الزواج وتحكم عليا معاق، شوف الظروف ديالو اللي ما خلاتوش هو يتزوج. ربما تكون مادية ما خدامش، ما مساقرش، ما عندوش الدار، تيفكر في الهجرة، تيفكر بزاف د الحوايج، تقول له تزوج تجي شوية قاصح. وجهه النظر ديالي يعني. اما باش تقولي الزواج معاق، قد نقول لك معاق الا ما كانش شي، الا ما كانش داخل شي علاقه، قد نقول لك فري معاق، ومعاق بزاف. السبب الهروب عن الزواج في المغرب هو ما موفرينش لك بزاف الامكانيات. علاش دابا صعابت بزاف الحوايج، صعابت المعيشه في المغرب. اول حاجه المعيشه غلات بزاف، وكتشوف خاصك على الاقل توفر المراه ديالك السكن، توفر لها طوموبيل. يعني دابا ما كاينش شي مراه اللي بغيت تزوج بها تقول لك ما عندكش دار وطوموبيل، هذه اول حاجه، وخاصك واحد الخدمه. يعني حتى الفاكونس بحال دابا الصيف، دابا غير بغيتي تسافر مع وليداتك خاصك مصاريف. يعني دابا فات رمضان، جا الصيف، غيجي عيد كبير، وباقي نتبعك حتى القرايه غادي تجي، يعني خاصك واحد ميزانيه كبيره اخو. بنادم ما داخلش في علاقه ديال الزواج معاق، يعني ما معاقش، بالعكس يعني كيفكر بعقله، من حيث لا علاقة انك ما عندكش واحد الحياة، ما عندكش واحد المستقبل، وتدخل في علاقة ديال الزواج يعني بحال هي كتكبل ما في الرملة، حتى شي حاجة ما غتصدق من داكشي. وانا ممكن اعتبر داك الموضوع ما عندوش مصداقية. الا بغينا نقولوا منظمة الصحة العالمية اللي هي مؤسسة دولية، اكيد ان تقاريرها هي ما يمكنش نقولوا ما عندهاش مصداقية، لكن هنا اللي غنحدوا هو فعلا هل نتحدث عن إعاقة جسدية ام إعاقة نفسية. إذا كنا كنتحدثوا على إعاقة جسدية ربما هذا مستبعد جدا، لأنه الإعاقة الجسدية شكل. إذا كنا كنتحدثوا على الإعاقة النفسية هنا ربما ممكن أنه إلا حطيناها في السياق ديال المجتمع المغربي ولا بشكل عام المجتمع العربي والإسلامي بشكل عام، يعني كنلقاو لها واحد المبرر، على اعتبار أن ثقافتنا وعاداتنا هي كتأثر العلاقات الجنسية بشكل عام، وكتأثر العلاقات الزواج بشكل خاص بمجموعة من المحددات اللي خصها تكون. يعني هنا ممكن ك
كنقولوا بانه ما غلقاوش لهذا التقرير في الحاله كنقول دائما ديال الاعاقه النفسيه، ما غلقاوش لي واحد المبرر اللي ممكن نسقطوا فيه. ممكن مجتمعات غربيه ممكن نقولوا انه اعاقه نفسيه، لكن بالنسبه للمجتمعات العربيه والاسلاميه هنا كيبقى قوس مفتوح على اعتبار العادات والتقاليد والايديولوجيا الدينيه اللي كتاثر هذه العلاقات الجنسيه في الدين المغربي. كيفاش كتقول ان اللي ما مجوش معاق هذا مستبعد كليا؟ لان بالنسبه للزواج ليش علاقه بالاعاقه، هناك الناس كنشوفهم انهم معاقين جسديا او ذهنيا وكتلقاه مزوج، غير انك تكون مساله ديال الفلوس او مثلا الماوى ما عندوش فين غادي يتزوج وفين غادي يبني حياته، داك الشيء كيبقى هو يتباعد من الزواج. وفاش كيتباعد من الزواج كيتجه لطرق اخرى منها الزنا او الفساد، بالتالي كتبقى مساله ماشي يعني ان اللي معاق راه ما كيتزوجش ولا، يعني خاصك ضروري تكون عندك انت رغبه وتكون عندك انت فين كما قلت لك فين تسكن ولا فين تبني حياتك. هذا الشيء اللي كاين اخويا.